مرحبا بكم متابعين الأعزاء من جديد. الفنانة الكويتية شيماء سليمان تعتزل التمثيل نهائيا بعد تحجب شقيقتها. تعرف على السبب وشاهد زوجها ومعلومات لا تعرفونها عنها. أعلنت الفنانة الكويتية شيماء سليمان اعتزال التمثيل على المستوى الدرامي للتلفزيون بشكل نهائي ودون عودة، وأوضحت أن ظهورها في دراما رمضان المقبل عام 2021 من خلال مسلسل سما عالية سيكون آخر ظهور لها. وأضافت: راح أظل شيماء اللي تغني وتحب الأغاني والميوزك، وفخورة أني يكون ختامي أعمال سما عالية لأنه وايد كبير وجبار. وأما عن سبب اعتزالها، أوضحت أن التمثيل أصبح يمثل ضغطاً كبيراً عليها مع الدراسة، خاصة أنها في السنة الدراسية الجامعية الأخيرة، لذلك قررت اعتزال الأعمال الدرامية. وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن تصوير أي عمل درامي يحتاج إلى ما لا يقل عن شهرين ونصف، وهو ما تعارض مع ظروفها الأسرية والدراسية، ولكنها أكدت أنها لن تعتزل المسرح أو السينما. وحول اعتذارها عن المشاركة في مسلسل ماري جريت مع الفنانة حياة الفهد، أوضحت أن تصوير هذا العمل تم خارج الكويت، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تبتعد عن أولادها طوال هذه الفترة بالإضافة إلى ظروف كورونا. ونفت شيماء سليمان الأنباء التي تتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن انفصالها عن زوجها، مبينة أن علاقتها بزوجها جيدة جداً ولا توجد مشاكل بينهما وما أثير مجرد شائعات فقط. وفيما يتعلق باعتزال شقيقتها الفنانة سعاد سليمان الشهيرة بسعودة بعد ارتدائها الحجاب، أكدت أن شقيقتها لن تعتزل التمثيل ولكن حجابها سيفرض عليها أدواراً محددة تتناسب معه. ومسلسل سما عالية تم تصوير جزء كبير من أحداثه في مدينة الإنتاج الإعلامي ب 6 أكتوبر وأحياناً وسط البلد التراثية في مصر. ويشارك في سما عالية نخبة من نجوم الدراما الكويتية، من أبرزهم زهرة الخرجي وجاسم النبهان وسليمان الياسين وحمد العماني وآخرين. ويذكر أن الفنانة شيماء سليمان دخلت المجال الفني مطربة وقدمت أوبريت وطني، ثم أسست فرقة سولو مع بشار سلطان والأني، إلى أن الفرقة لم تستمر طويلاً حتى تفككت بعد فترة، فبدأت تطرح أغنيات منفردة قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل في عام 2015. وتشترك مع الفنانة هند البلوشي في مسرحيتين هما نور الظلام وساعة موريس، كما شاركت في مسرحية أحلام الشوارع وشبح الأوبرا ونجمة وقلم. وأما في عالم الدراما، شاركت شيماء في عدد من المسلسلات منها لا موسيقى في الأحمدي ومن حقي أحب، وغنت أيضاً تتر عدد من المسلسلات منها نوايا والوجه المستعار بمشاركة أحمد حافظ. الفنانة شيماء سليمان أبا الخليل 31 عاماً، مغنية وممثلة كويتية، ولدت في يوم 10 من يوليو لعام 89 في الكويت. وشيماء هي الابنة الكبرى للممثلة مي البلوشي وشقيقة الممثلة سعاد سليمان، ولديها خالتان تحترفان التمثيل أيضا هما مرام وهند البلوشي، ومتزوجة من الفنان جاسم محمد، ولديهما طفلتان لاتين وريتال. والفنان جاسم محمد مطرب كويتي يبلغ من العمر 33 عاماً، ولد في يوم 27 من أكتوبر لعام 88 في الكويت. قدم عدداً من الأغنيات الناجحة مثل خايف أقوله، أحب خذاني، ويا حب وحلو، يميل إلى الرومانسية الهادئة التي أحبها جمهوره، له خط يميزه من أغانيه. بدأ مطربا ثم اتجه للتلحين فأثبت نجاحه وجدارته، ورغم مشواره الفني القصير الذي يقارب 5 سنوات إلا أنه استطاع أن يبرز بين أبناء جيله. وقد فاجأت شقيقتها الفنانة الكويتية سعاد سليمان المشهورة بسعودة
جمهورها ومحبيها بإطلالة جديدة غير معتادة من قبل عبر ظهورها بالحجاب للمرة الأولى في مشوارها، حيث نشرت صوراً لها بالحجاب عبر الإنستغرام الخاص بها، وظهرت في صورة أخرى داخل سيارتها وهي محجبة برفقة شقيقتها الفنانة شيماء سليمان، وعلقت قائلة: لسه طالعة من عند الطبيب وصرت أحسن، حبيت أقولكم إني خلاص اتحجبت رسمي، الحمد لله دائماً وأبداً. وأكدت سعاد أنها قررت ارتداء الحجاب منذ شهر سبتمبر من العام الماضي 2020، كما أنها اعتذرت عن عدم المشاركة في الأعمال التي عرضت عليها مؤخراً، حيث كان آخر عمل لها في المسلسل التراثي محمد علي رود. وكشفت على أنها سوف تستكمل دراسة الثانوية العامة وأنها ستغيب هذا العام عن شاشة رمضان، على أن تعود إلى الظهور ثانية كممثلة ومحجبة ومذيعة في البرامج المنوعة. وذكرت أنها لن تخلع الحجاب وأن هذا القرار جاء بعد تفكير طويل واتخذته عن قناعة تامة، وأنها ستكتفي خلال الفترة القادمة بالتفرغ لشؤونها الخاصة ورعاية أبنائها الثلاثة والالتفات إلى دراستها وتحصيلها العلمي. وقد بدأت حياتها الفنية عام 2013 بتقديم برنامج كاش مبلاش على قناة الشاهد بمشاركة والدتها ميلي بلوشي، حيث اتجهت للتمثيل بعد ذلك وقدمت أكثر من عمل خلال تلك الفترة وحققت نجاحاً في تلك الأعمال مما جعلها تستمر في التمثيل. ومن أبرز مسلسلاتها للحب كلمة وثريا والعافور وسقف واحد والمحتالة وكان في كل زمان وإفراج مشروط وأنا عندي نص ومن حقي أحب ومحمد علي رود، كما شاركت في عدة مسرحيات ومنها مدينة المرجان والأميرة فروز.